كتابا بأنها فصائل جيش وطني وأنها وطنية سورية. عندما نتحدث عن هذه الجريمة واعتقال الفاعل من قبل الشرطة العسكرية، ماذا عن قتلة حقيقة الأمر شهداء النوروز الذين اعتقلوا أيضا من قبل الشرطة العسكرية وكان من المفترض بأن يحاكموا ويحكموا بالإعدام؟ هل الأمر انتهى مثل أيضا مقتل أبو غنوم الذي قتل في الباب؟ هذه الفصائل دعيني نقول وبصراحة ليست إلا فصائل إرهابية، فصائل مجرمة، فصائل قاتل، إلا القلة القليلة منها التي هي أجبرت على الوجود في تلك المنطقة. ما دون ذلك نحن نعلم بأنهم ليسوا إلا مرتزقة لقوات الاحتلال التركي، ومجرد انتهاء الاحتلال التركي أو الوجود التركي أو تأتيهم الأوامر من أردوغان سوف ينحلون ويسمون قد يسمون إلى حد النظام السوري، ولكن بالنهاية جرائمهم الشنيعة سوف تبقى للتاريخ. لنقول بأن في هذه البقعة من التراب السوري كان هناك فصائل يحسبون أنفسهم على الثورة ولا علاقة لهم بالثورة، ويحسبون أنفسهم على الوطنية، ارتكبوا كافة أنواع الانتهاكات من اغتصاب الأطفال إلى اغتصاب الأراضي والممتلكات إلى اغتصاب النساء إلى جرائم القتل التي ارتكبت في حق أبناء المناطق التي يحتلونها برعاية الاحتلال التركي. نعم سيد رامي، تحدثت عن العديد من الجرائم في الشمال السوري، غياب المساءلة الدولية عن هذه الجرائم ما دلالته؟ المساءلة الدولية، أي مساءلة دولية نتحدث عنها؟ ونحن حدثنا مرارا وتكرارا وأرسلنا وثائق للجهات الدولية عن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقاته. كان هناك بعض الذين تصدروا الموقف من جماعة المعارضة، وهنا أسماء كثيرة منها إبراهيم بشار، منها إبراهيم برو، الذين يمثلون من المفترض أنهم أبناء المنطقة، وأيضا الحكومة المؤقتة التي يقودها مترجم حقان فيدان عبد الرحمن مصطفى. هؤلاء كانوا يقولون بأنها هي أحداث فردية ونحن نحاسب هؤلاء، ولكن الواقع بأن المجتمع الدولي كان يعلم بأن هناك جرائم ممنهجة ترتكب بحق أبناء تلك المناطق من قبل تلك الفصائل التي مدعوم بعضها كان من الجهات العربية والدولية، واليوم دعمه الوحيد بات فقط من قبل من تبقى من الحكومة التركية إذا فاز أردوغان أو لم يفوز. لكن هؤلاء ليسوا إلا شبيح لأردوغان لا يمكن محاسبتهم إذا لم يحاسب الذي قام بإرسال قواته لاحتلال أراضي سورية وارتكاب الجرائم فيه. نعم سيد رامي عبد الرحمن، هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة في الشمال السوري، بالمقابل هناك محاولات لدفع اللاجئين نحو تلك المناطق، إذا كان الحال هكذا عن أي عودة نتحدث اليوم؟ بروباغندا اللاجئين انتهت، بروباغندا اللاجئين التي كان يتحدث عنها أردوغان والذي يتاجر بها ويقول بأنها مناطق آمنة هي أكثر المناطق بلدان فلتشهد بلدان أمن مناطق سيطرة الاحتلال التركية، ولا يوجد فيها قوة موحدة تستطيع ضبط تلك المناطق، يوجد فيها عصابات تسمي أنفسها فصائل موجود في كل قرية وفي كل شارع مسيطر عليه من قبل فصيل من هذه الفصائل، لا يوجد أي أمان لكي يقولوا بأنها منطقة آمنة ويعود إليها اللاجئين. ليست يعني موضوع عودة اللاجئين لم تكن إلا سلعة للتجارة من قبل أردوغان في إطار محاولة فوزه بالانتخابات التركية. نعم سيد رامي عبد الرحمن، كل يعني هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها، من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم في المناطق السورية المحتلة؟ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هو ومخابراته وحكومته يشرحون على هذه الفصائل الإجرامية. لكن دعنا نقول أيضا يعني نتحدث عن العمليات الاغتصاب، ولكن ماذا عن تنظيم داعش الإرهابي؟ لماذا فجأة بدأنا يعني نتحدث عن وجود هذه القيادات هذا التنظيم في منطقة جديرس على سبيل المثال؟ قالوا بأنهم قتلوا أو فجر نفسه أحد قيادي التنظيم، قبلها قتل التحالف الدولي أحد قيادات التنظيم أيضا في جنديريس، أي أن هذه المناطق أيضا هي مرتع للإرهاب وأيضا هي بيئة آمنة وحاضنة للإرهاب الذي هو مصنف دوليا وباعتراف الحكومة التركية التي ترعى تلك المناطق. من يتحمل مسؤولية كل الجرائم هو رجب طيب أردوغان وحكومته وأجهزته الأمنية وقواته. نعم في النهاية أشكر السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.